وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مخاوف وشكوك عدة تواجه الانتخابات ونزاهتها قبل الوصول لموعدها النهائي، وليس السلاح المنفلت فقط من يولد تلك الشكوك، بل ثمت أسباب عديدة وسلوكيات مختلفة نشهدها الآن تدفع المواطنين للتساؤل أو الشك. منها مثلا، من أين تمول الأحزاب دعايتها الانتخابية بالأموال الضخمة، بينما أحزاب فتية انسحبت من الانتخابات لعدم تمكنها من تمويل نفسها؟ ومن يمزق لافتات بعض القوى بينما لافتات قوى ثانية لا يمسها أي أذى؟ ولماذا شهدنا ضباط حكوميين يحمون مرشحين في جولاتهم الدعائية بينما يتم تهديد واغتيال مرشحين من دون حماية؟ هل بعض كيانات جديدة على العملية الانتخابية، أم هي في حقيقتها أحزاب ظل لكتل قديمة بأسماء جديدة؟ كيف سيميز المواطن بين القديم الفاسد من القوائم والجديد النزيه منها؟ أو كيف سيضمن أن صوته لن يضيع أو يبدل في أثناء عملية العد النهائية؟ أسئلة عدة يحق للمواطن أن يسألها، ومن واجب المعنيين الإجابة لتطمين المواطن ولضمان إقبال واسع يحقق للانتخابات تأييدها الدولي والسياسي؟ قبل أن نبدأ بحلقتنا هذا اليوم، دعنا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. أكثر ما يخيف الناخب العراقي هو عملية التزوير التي قد تحصل في الانتخابات، فلا إشراف ينفع ولا مراقبة تجدي. التزوير حاضر في كل مكان، فما بالك إذا كان يخص مصير أحزاب سياسية ستكون النتيجة تكتيكيا وأساليب خفية على المفوضية ومعلومة لدى الناخبين. الكاتب العراقي إياد السماوي فتح باب الخوف من التزوير على مصراعيها، إذ قال إن بعض الدوائر الانتخابية لا توجد فيها كاميرات مراقبة، خصوصا في مدينة الصدر والأنبار، وهذا ما يوفر أجواء آمنة للعصابات المسلحة حسب قوله. أما النائب البلداوي عن تحالف الفتح قال سابقا إن بعض الجهات تحاول السيطرة على الريسيفرات الخاصة بنقل البيانات الخاصة بالناخبين من أجل التلاعب بالأعداد، داعيا الحكومة إلى فرض وضع المستقبلات داخل العراق وبإشراف عالي المستوى. وأضاف إن ملايين البطاقات الإلكترونية المفقودة تسيطر عليها أحزاب سياسية متنفذة، والسبيل الوحيد لانتخابات نزيهة هو إعادة تحديث جميع سجلات بايومتريا. وطالب البلجاوي أيضا مفوضية الانتخابات بالتعاقد مع شركات عد وفرز معروفة برصانتها مع العمل على تدريب الكوادر العراقية الخاصة بالعد والفرز، محذرا من أن هذه الانتخابات ستكون الفيصل بين الحق والباطل، وفي حال شابها تزوير سنكون بمأزق سياسي. وفي ظل هذا التخوف والقلق، الحكومة العراقية تقول بأنها وفرت أجواء آمنة للانتخابات ولا توجد أي فرصة للتزوير، وإنها ستكون انتخابات شفافة ونزيهة. ومن يبحث عن مصداقية القول لينتظر ما يجري في 10 أكتوبر، وإن غدا لناظره قريب. رحبوا معي بضيوفي كل من السيد صفاء الأسدي عضو التيار الصدري، وأيضا الدكتور كاظم الحيدري مرشح دولة القانون، وأيضا أبو فراس الحمداني باحث في الشأن السياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي. أبدأ بسؤالي لك من حيث انتهى التقرير معنا. سيد صفاء، يعني سمعت المخاوف اللي موجودة عند المحللين والمراقبين للشأن الانتخابي، تحدث السيد أياد السماوي عن موضوع مهم جدا واعتبره يعني موضوع خطير، يعني إذا واحد يسمع أنه في كل مكان نصبة الكاميرات إلا مدينة الصدر وأيضا محافظة الأنبار، ينطينا التخوفات أنه ربما تكون أو يكون هناك تزوير في هذه المنطقتين في محافظة الأنبار وأيضا في مدينة الصدر اللي هي منطقة كبيرة جدا في بغداد. بالبدء تحية مكللة بالود والاحترام لشخصكم الكريم، لضيوفكم الأكارم، لقناتكم، لمن خلالها إلى مشاهديكم الأكارم الأحبة.
فيما يخص المخاوف من قضية أنه هل هنالك تزوير في العملية الانتخابية المزمع إجراءها في 10/10، لابد أنه نشير إلى قضية أولا، أنه في الانتخابات السالفة كان هنالك تزوير وهذا مثبت. المفوضية باعتبارها جهة تنفيذية مستقلة معنية بموضوع الانتخابات سعت طيل السنوات الماضية إلى تقليص عمليات التزوير والخروقات، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، حتى وصلوا إلى البطاقة البيومترية. البطاقة البيومترية بطاقة لا يمكن على الإطلاق أنه يجي شخص آخر أنه يصوت بدل الشخص المعني. ليش؟ لأن أكو بصمات 10 وكذلك قضية العين إلى آخره. اليوم حتى البطاقات المؤقتة اللي سمحوا بها اللي هن 20 أو 30%، حتى هذن 30 أو 20% أيضا انتفن. ليش؟ لأنه راح يجي الناخب صاحب البطاقة المؤقتة يسلم البطاقة بحق ليصوت بها، تأخذ منه بصمات 10 ويسلم وصل على غرار هذا الوصل الذي يمثل البطاقة البايومترية بس بشكل مؤقت، يروح يصوت من خلالها وبعدين تسحب منه هذه البطاقة المؤقتة. إذن لكن سيد صفاء خليني أتداخل في هذا الموضوع مهم جدا. احنا كلنا نعرف انه 70% هي بطاقة بايومترية، لكن ربعها هي يعني ماكو هاي البطاقة، يعني مؤقتة. بدون هذه البطاقة البايومترية هي بطاقة مؤقتة. البعض يتخوف من عزوف الناخبين عن الانتخابات وتستغل الكتل والأحزاب السياسية البطاقة المؤقتة اللي موجودة وتروح تصوت بها وتفوز. يعني ماكو تصويت بالبطاقة المؤقتة. البطاقة المؤقتة سوف تؤخذ من الناخب قبل أن يروح إلى صندوق الاقتراع، تنوخذ منه. أنا ما أقصد البيومترية، لا المؤقتة، البطاقة المؤقتة. ليش خلوها كل بها مؤقتة؟ يعني أريد ما انتخب ماكو بعد، ما يصوت أي ناخب يوم 10/10 بالبطاقة مؤقتة. أنت عندك بطاقة مؤقتة يسحبوها منك، يأخذون بصماتك العشرة، يطوك وصل يمثل البطاقة البيومترية، من خلال هذا الوصل تروح تسحب الاستمارة على الباركود وتروح لصندوق الاقتراع. إذن بالنتيجة ماكو واحد، ماكو صوت واحد سوف يكون في صندوق الاقتراع يمثل البطاقة المؤقتة، كل بطاقة بايومترية. هذا أولا. ثانيا قضية أنه نقل البيانات، البيانات الإلكترونية اللي تدين أكو شركة فاحصة، الشركة الألمانية داخل على الخط. الكاميرات أكو الكاميرات السمدين تصدر، أكو كاميرات، أكو أمر جديد. ليش تخوف السيد أياد السماوي يتحدث بهذا الموضوع؟ ما طرحه السيد أياد السماوي، شوف هي مرات أكو طرح مهني، أكو طرح منطقي، أكو طرح علمي، أما أن تحصل القضية فهي واضحة قضية استهداف سياسي. ولا ليش انحصلت في الأنبار ومدينة الصدر؟ كأنما جاي يقول الحل بوسي والصدرين على اعتبارات يعني سياسية. القضية واضحة سياسية، مو قضية مهنية، مو قضية علمية. اليوم الانتخابات كل الكتل السياسية عندها نسبة اطمئنان عالية جدا. ماكو انتخابات بكل العالم مثالية، ما نقول التزوير صفر، بس إلى حد ما صفرت جميع المشاكل فيما يخص يوم الاقتراع 10/10. يضاف إلى ذلك سيدتي الفاضلة، هاي المرة أكو شيء اسمه إشراف ورقابة دولية. الإشراف والرقابة الدولية على الانتخابات وهنالك تقرير. يعني هذا يعني نحن نعرف بس يعني رقابة وإشراف الاثنين، نحن ما نعرف إنه الاثنين. إلا لا، إشراف ورقابة. سابقا بأمام وإشراف ورقابة، سابقا فقط أكو رقابة دولية. اليوم أكو إشراف، اليوم أكو إشراف على الانتخابات، وتقدم تقرير، المشرفين يقدمون تقرير إلى الأمم المتحدة يبين نزاهة الانتخابات ويبين كذلك نسبة المشاركين بالانتخابات. يعني سويت حلقة حول هذا الموضوع، الكل أنكر، قال ماكو إشراف بس رقابة. لا، يعني الإشراف صرحت به الحكومة، صرحت به الحكومة. نعم، يعني الإشراف يعني يروح للأمم المتحدة بالمناسبة، هذا بطلب من الحكومة قضية الإشراف والرقابة الدولية. نعم. خلينا ننتقل لسيد كاظم. سيد كاظم، يعني البعض يتحدث ويتخوف من الانتخابات ويقول لك اكو ربما يعني المال يعني عند الاحزاب السياسيه، ويقول لك البعض اكو ضباط حكوميين يحمون مرشحين في جولاتهم الدعائيه. شلون نضمن نزاهه الانتخابات في ظل وجود يعني احزاب كبيره متنفذه لديها المال، لديها السلاح، يعني وبالتحديد يوم الاقتراع، يعني هذا مهم جدا، وفي الوقت نفسه يتم تهديد مرشحين أو اغتيالهم وهم يتحركون بحملاتهم الانتخابية. شلون ممكن نقارن بهذه المفارقات؟ نعم، أولا تحية لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناة زاغروس الفضائية المحترمين.
ما تفضلت به هواجس قسم لها على أرض الواقع وجود، وقسم منها مجرد تخوفات في داخل المواطن العراقي، التي لها وجود على أرض الواقع هي سوء التعامل مع الوسائل المتاحة للكتل السياسية ولبعض الشخصيات، واستخدامها في الدعاية الانتخابية بدون وجه قانوني. هذا ما يحصل، نجده في بعض مثل ما تفضلت في بعض المناطق، وفي بين بعض الفصائل لربما من القوات المسلحة. هذا موجود على أرض الواقع، لا يمكن إنكاره. وبالمقابل نعم، هناك مثل ما تفضلت في بداية التقرير، سوء واستغلال للمال السياسي، كل ذلك يحدث. ولكن لنكن منطقيين، يعني يجب تقبل الأمر إلى حد معين، لا أقول بهذا الحد المفرط الذي نشاهده اليوم، أن شعبا أو على مدى 1000 سنة تعلم على الحكم الانفرادي، اليوم يتحول إلى حكم ديمقراطي خلال ساعة واحدة في يوم 9/4 قبل الظهر، وبعد الظهر يصير حكم ديمقراطي. هذه الديمقراطية تفتقر إلى الكثير من القوانين والمحددات والمحاسبات القانونية والإدارية، ولهذا نجد هنا وهناك انفلاتا واستغلالا من قبل بعض الأطراف لمثل هذه الأمور. هذه أمور واردة، وهذه دعوة من هذا المنبر لجميع الكتل السياسية، عليها تحمل المسؤولية في المستقبل القريب أو على الأقل المؤمل من البرلمان القادم، لوضع هكذا حدود وتحديدات وقوانين وضوابط صارمة للحيلولة دون حصول أو تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل. خلينا ننتقل إلى أبو فراس الحمداني. سيد أبو فراس، كيف تمول أحزاب دعايتها أو دعايتها الانتخابية بكل هذه الأموال الضخمة، بينما نلاحظ أكو أحزاب فتية خطية ما عندهم فلوس وما عندهم القدرة يعني على تمويل الانتخابات، ويشوف انسحبت هذه الأحزاب لعدم تمكنها من تمويل نفسها، ألا يؤثر هذا في جدول الانتخابات أو نتحدث عن يعني النزاهة بها؟ اليوم إذا نتحدث عن شخصيات مستقلة ما عندها مال، خرجت من العملية الانتخابية بسبب المال، ونشوف أحزاب ما شاء الله ماخذ العراق حاصل فاصل وداخل طول عرض بالانتخابات. تحياتي لك ست هيفاء ولضيفيك الكريمين. يعني ما أعرف من أبدأ، هو مبدأ تكافؤ الفرص هو القيمة الأساسية للديمقراطية، هذا المبدأ غير متوفر بالعراق تماما. تحكيل على استغلال المال السياسي، يعني انت خلال 17 سنة من سرق العراق؟ هي الأحزاب المهيمنة، هم نفس دول اللي يحكمون، نفس الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة هي تسيطر على الوزارات وتسيطر على رأس المال وتسيطر على المناصب عفوا وتسيطر على الدولة. الدولة أداة بيتها. نعم. دولة من يسيطر على الدولة أبو فراس؟ من يسيطر؟ يسيطرون عليه ستها فاداني أكمل، يسيطرون عليه الأحزاب الحاكمة، أحزاب الكرد والسنة والشيعة. الكرد بممثليهم والسنة بممثليهم برموزهم بأسمائهم 5-6 أسماء، والشيعة بأحزابهم تيار صدري وحزب الدعوة والمجلس الأعلى وبدر وآخره. يعني هذا مو حزورة على نحكيه. اللجان الاقتصادية اللي موجودة داخل الأحزاب مهمتها السرقة، مو مهمتها توزيع الورود على الفقراء لو بناء مساكن للأطفال. ما سمعت ليش اقتصادية بنت لها مجمع لو مسجد لو قتلها اليتيم؟ ما اللجان الاقتصادية تبوق للأحزاب علناً ومشرع بشكل رسمي 17 سنة، وما زالت اللجان الاقتصادية الآن تبتز المستثمرين، وبالتالي ماكو نقطة شروع. أختي، هذه الأحزاب حصلت على أموال كثيرة، وبالتالي هي تستخدم هذه الأموال للبقاء بالسلطة حتى تحمي نفسها، فهذه نقطة نجين من عندها. الأستاذ كاظم يحكي على خطاب قديم، يعني الانتقال للديمقراطية وألف سنة يا أخي، هذول كردستان. يعني هل تعلم إن النجف والمحافظات الوسطى والجنوبية في الانتخابات الأولى ستيفاء سجلوا أعلى نسبة بالعراق؟ 70% الناس شاركوا في الانتخابات، لأن الناس كانت مظلومة وكانت تعول على المجاهدين وعلى النظام السياسي الجديد وعلى الرموز الكذا. بينما الآن شوفوا كردستان راح يشاركون بأغلبية، لأنه أكو فعلا ديمقراطية، أكو فعلا تحول، المواطن يلمس نمو،
اقتصادي وعمراني وسياسي وامني، طبعا يروح ينتخب ويتشبث. وشوف لي واحد بكردستان ينادي بصدام حسين، شوف لي بكردستان يقارن بين الوضع السابق والوضع الحالي. اخي اكو خيبه امل، انت لازم تناقشين خيبه الامل، مو ثقه بالانتخابات. لا مو سيد ابو فراس راح نناقش هذا الموضوع، بس لازم نفتتح البرنامج مالنا وحلقتنا هذا اليوم بالتخوفات اللي موجوده، بالحديث اللي موجود اليوم. اني لازم اناقش موضوع مهم جدا اليوم، المال السياسي والسلاح المنفلت للأحزاب، يعني بعض الأحزاب مو كلها حتى لا يزعلون علينا، بعضها اللي دمرت العملية السياسية 18 سنة اليوم داخلة بقوة، داخلة موجودة. زين انت اكو اجواء، هو ست هيفاء، اكو اجواء ديمقراطية بالجنوب تسمح للمرشح، المرشح بشكل انا مثلا افترض ارشح الانتخابات، هو مسألة طبيعية انتقد اللي سبقوني كل العالم. نعم. الانتخابات تعني انه واحد يرشح يقول فلان فشل وفلان نهب وفلان باق، وانا اطرح لكم مشروع نزيه، غير هي هيك من يقدر ينتقد؟ من يقدر ينتقد عمار الحكيم والمالكي وسيد مقتدر؟ من يقدر ينتقدهم ذول؟ اي انتقاد يطلعوا لك بالسلاح ويطلعوا لك بالكذا، وبالتالي ماكو اصلا اجواء ديمقراطيه. فاحنا عندما نفذي على هذه العمليه مسمى ديمقراطيه هذا خطا. وين من باقي الناس؟ من سرق الناس؟ من يتحاسب؟ نعم. اختي عقد سياسي، الانتخابات هي كل الناس تتحدث في الانتخابات بامريكا باوروبا بافريقيا، يتحدثون عن سكن، يتحدثون عن صحه، يتحدثون عن تعليم، كلها تطلع يقول لك اني راح ابني 1000 مستشفى، ابني 100 مستشفى، اوفر التعليم واخفضه وازيد الكمبيوترات واطور التعليم بقد ميزانيه، راح اعطيني واحد حزب واحد يتحدث بلغه الارقام بهذا الشيء. هو انتخابات مو شعار سياسي. نعم. الانتخابات مو شعار سياسي، انتخابات عقد اختي، شلون مثل كل العقود التجاريه، عقد بين الناخب والمنتخب. انا اعطيك سلطه واعطيك حظوه واعطيك سياده واعطيك اخليك نائب محترم بالبلد. نعم. مقابل انه انت تقدم لي واحد اثنين ثلاثه، اذا انت ما نفذت وهذا ما تنفذ خلال 17 سنه، اذا شرعيه الانتخابات باطله. نعم. لكن نقطة مهمة جدا. الحكم. نعم. نقطة مهمة جدا أبو فراس قبل ما أنتقل للأستاذ صفا، يعني من التيار الصدري، اليوم ربما التيار الصدري حسم أمره ودخل الانتخابات وراح يحصل مقاعد الأعلى، وعنده سياسة استراتيجية في تغيير النظام، يعني وبالتحديد تغيير كل ما حدث من 2003، خلينا نقول من 2005 إلى هذا اليوم، وعنده خطط واقعية عملية للنهوض بالواقع الخدمي والواقع الأمني والواقع الصحي. هل تعتقد انه اذا تبوأ التيار الصدري منصب رئيس الوزراء راح يحقق احلام ابن الجنوب، يعني اللي يحلم بيته احلامه بسيطه، خدمات وصحه، وهاي مو احلام كثيره، وهم يعني هم اصلا نقطتين احنا ما نقدر نجامل. اكو نقطتين بالموضوع. نعم. النقطه الاولى التيار الصدري جزء من الرجال الاقتصاديه، جزء من الوزارات، جزء من هذا النظام السياسي، والجماعه يسرقون بالجنوب مثل ما يسرق الاخرين، وانا هسه البرنامج جت اعطيك الرجال الاقتصاديه بالناس ليش مسوي بالاسماء. نعم. يعني ما تحدث عن التيار الصدري ابو فراس مو على حزب التيار الصدري، السيد مقتدى الصدري يتحدث عن ذلك بثلاث اجتماعات. نعم. يتحدث عن ذلك على ذنه، مصور الفيديو موجود، يتحدث عن الفساد اللي دخل التيار الصدري في قياداته. هاي نقطة، نقطة ثانية، أنا فعلاً أعول لسبب واحد بسيط عفواً، لأنه التيار الصدري هو خارج الاتفاقات اللي حصلت بأيام المعارضة، خارج الاتفاقات الأمريكية الإيرانية، يعني ربما أعول في هذه الجزئية فقط، أنه إذا استلموا الحكم ربما هم خارج هذه الآخرين كلهم مسيطرة عليهم أمريكا، مسيطرة عليهم إيران، مسيطرة عليهم تركيا، ونتيجة الاتفاقات مسبقة. يعني شفت السيد المالكي لما راح الكردستان قابل السيد مسعود برزاني، يعني اتفاقات يتم إحياءها، بينما التيار الصدري خارج هذه الاتفاقات. هسه أنا ما أقول هم راح ينقذون، أنا بالحرس القديم غاسل إيدي، حرس القديم بالتيار الصدري ناس استلموا وزارات واستلموا مؤسسات وحرامية، مو الكل بس الأغلبية، وهم جزء من اللجان. نعم. الاقتصاديه، التيار الصدري عنده لجان اقتصاديه مثل الاخرين، يعني مو نجي الان. نعم. نقول والله احنا طاهرين والاخرين هم الفاسدين، هذا مو كلام صحيح، لازم نتحمل المسؤوليه كل. نعم. طرف لازم الكل يتحمل المسؤوليه ويحاسب الحراميه. نعم. ويعزلهم، مو تجي لي انت تيار الدوله، بعضهم يقول انا تيار الدوله، هو مسيطر على املاك الدوله، مو ضحكوا علي انا ست هيفاء، هو يقول انا تيار الدوله، الدولة تيار الدولة، وهو مسيطر على أملاك الدولة كلها ببغداد بالجادرين،
مو كافي بعد تعبنا. نعم. تعبنا يعني بعد يمكن تساؤلات أبو فراس. نعم. تساؤلات مواطن جنوبي يعني بصراحة قال لك نقطة مهمة جدا، قال لك بالسابق ابناء الجنوب 70% دخلوا الانتخابات وشاركوا مشاركة فاعلة حتى يغيرون وحتى يجيبون حقوقهم المظلومة. يقول لك هاليوم بسبب انه يعني بصراحة الوضع المزري الموجود بالمحافظات الجنوبية يمكن اغلبهم ما يروحون الانتخابات. صح. والكل يتحمل مسؤولية ومن ضمنهم تيار الصدر يعني، يعني مع الأسف هذا اللي يصير بالعراق يعني. بس هم نقطة مهمة جدا، أنا أريد أسأل كل المرشحين والكتل والأحزاب السياسية، وكأنه حزب يبوك من حزب الشعارات الانتخابية يعني، قال لك هذا الحزب فاز بالانتخابات السابقة بهذا الشعار، أشوف والله هذا الشعار على فلان حزب يعني التغييرات يعني ما يعرف شنو اللي يصير يعني، وكأنه يضحكون ويستغفلون عقل المواطن يعني إلى هذا الحد. هاي النقطة طبعا دلالة على الإفلاس، انه الانسان المفلس واللي ما عنده مشروع يروح باتجاه السرقات، في حين هي اصلا اكو تجارب وناجحه في دول معينه ممكن تنقلها الى بلد اخر. نعم. تفشل هاي التجربه، فما بالك انك تسرق لك شعار وتحوله كوبي بيست. عموما فيما يخص ما طرحه الاخ ابو فراس، هو انسان محترم واخ فاضل، انا اتفق طبعا كثير ما طرحه هو صحيح. فيما يخص العزوف 70% في محافظه النجف الاشرف وقضيه كردستان المتفق عليه، بالعكس هو هذا أصلا شيء إيجابي أنه يكون صندوق الاقتراع، أما ثواب أو عقاب. نعم. المن للكتل السياسية. نعم. وفق أدائك، أدائك جيد قدمت خدمة إلى المواطنين، يروح المواطن يكافئك يجدد لك الثقة مرة أخرى، لأن هو عقد بين المواطن وبين المرشح. بس ما كان هذا العقد، هذا العقد ما كان يعني، هذه شعارات. إذا أكو إفلاس وأكو عدم تقديم خدمة حقيقية واقعية إلى الناس، بالنتيجة راح صندوق الانتخاب راح يعاقبك يوم الاقتراع، تجد نفسك مثلا أنت سابقا 100 مقعد تلقى نفسك 25 مقعد. نعم. أما فيما يخص التيار الصدري، هو أشار الأخ المحترم أبو فراس أن التيار الصدري يختلف عن باقي التيارات على اعتبار تيار ابن العراق حقيقة، ما تربى ولا أنجب من رحم خارجي. لا. لا شرقي ولا غربي إلى آخره. إحنا تيار ملائكي قطعا لا أبدا، كل متحرك قابل لأن يخطئ. بس أنتوا أبناء يعني أبناء التيار الصدري، أبناء المظلومية، الفقر، ولذلك الضيم، ويعني بصراحة المعاناة يعني ما قدرتوا تسوون على يعني 18 سنة فد إنجاز لهذا المواطن. ست هيفاء، الإنسان يقدم على قدر حجمه ووجوده. نعم. أتمنى من منصف وينقط بشكل مهني. نعم. أنه أنا شقد وجودي بالحكومات من 2005 إلى الآن، مالكم وجود؟ أنا حكومة واحدة اللي وجود فعلي وواقع بيها. نعم. حكومة 2006-2010 أنا مسحوب منها 8 أشهر وانسحبت منها، حكومة من 10 إلى 2014 موجود بها نص الحكومة أعلنت سحب الثقة. نعم. حكومة 2014-2018 سنتين وسحبنا وزرائنا ونائب رئيس الوزراء وطلعت. نعم. طلعنا ما عندنا ست هيفاء وجود حقيقي. ولذلك هاي المرة قلنا، يقولون التيار الصدري صانع الملوك. قلنا هاي المرة صانع الملوك يريد يروح باتجاه شيء اسمه تحمل المسؤولية، رئاسة الوزراء. أنا أخذ رئاسة الوزراء حتى أما أنجح أو أفشل، إن نجحيت فهذا مشروعي. بس أنا أحكي لك والله العظيم، خلي أحكيها بس مع احترامي للتيار وأنا أمشي والله العظيم، بس هذه يعني والله والله وللأمانة واحد حجاها قال لي أنا ست أنتخب منه، أنتخب دولة القانون لو أنتخب التيار الصدري، أنت تأمن منه؟ قال أنا أريد أنتخب تيار الصدري بس أخاف يجي رئيس وزراء من التيار الصدري ونحكي عليه يطلعوننا جماعات يجون يهددونا بالبيت. والله العظيم قال لي ست هيفاء إذا أنت يعني تقدرين وشجاعة تسألين هذا السؤال لجماعة التيار الصدري. ست هيفاء قال عندنا خوف من هذا الموضوع، أريد تحكي تطمن المواطن. هذا مستحيل، بل البارحة كانت أكو بيان أشبه ببيان للحاج صالح محمد العراقي، لا بأنه الرئيس الوزراء القادم سوف يكون تحت طائلة الحساب. احنا ما نقبل والله الشعب العراقي والشارع العراقي. نعم. يطلع على وزير يعني فاز يعني تقبلون انتقاد 100%. نعم. وحتى نطمن الناس يعني حتى 100%، بل سوف يجدون ان سماحة السيد الصدر اكثر جهة رقابية على الحكومة، لان هاي حكومة باسم آل الصدر، حكومة صدرية. نعم. رايحين بهذا الاتجاه. نعم. اما ان ننجح أو نفشل ونروح نقعد ببيوتنا. نعم. وراء الشارع العراقي يقرر مصيره بعملية سياسية جديدة، برسم خارطة جديدة، لأنه الوضع ست هيفاء ما عاد يتحمل على الإطلاق. نعم.
وإذا الطبقة السياسية، هاي هم رسالة أخرى، الطبقة السياسية حاولت أن تعيد ذات المشهد السابق وتدور المدور، فش قد عمر الحكومة؟ الشعب العراقي ما راح يصبر عليها أكثر من 6 أشهر. هاي الحكومة اللي راح تجي يجب أن يكون ضمن برنامج أكو شيء على الواقع خلال أول سنة. نعم، خلينا ننتقل حتى الوقت أوزعه بالتساوي. سيد كاظم، يعني تحدث أبو فراس كلام جميل جدا، قال لك يعني بعدك بالأشياء الوردية اللي عايشيها، يعني ما أعرف، يعني هيجي تحدث. يعني أريد أسأل سؤال، يعني مثلا اليوم إذا نتحدث عن يعني الدولة والقانون وشعارات اللي يرفعوها بعض المرشحين، يعني نعيدها، نعيد الدولة، أو شعارات أخرى، يعني والله العظيم ما أنزل بها من سلطان، اليوم شلون ممكن نقنع هذا المواطن بالشعار وهم 18 سنة موجودين بالحكومة وما عادوا هدولة؟ نعم ست هيفاء، مبدئيا أنا أعترض حقيقة، أسجل اعتراضي على الأسلوب اللي يتحدث به الأخ أبو فراس الحمداني. أنت وجهتي له سؤال، هو دحرج علينا فد كرة ثلج من الاتهامات، قسم منها ما لها علاقة بالموضوع، يا إما يوجه البرنامج للبحث في هذه المواضيع فأهلا وسهلا وإحنا بخدمتكم، أو لا نظل احنا نسلط الضوء على شيء معين حتى نطلع بنتيجة معينة. لكن أن يدار الحديث بهذه الطريقة، يعني كأنما تنطينا الميكروفون ويظل يحكي لي شنو اللعنات اللي لحقت بالعراق من 2003 إلى 2021، يحملها إلى جميع الكتل السياسية باستثناء أقليم كردستان، وهو يعرف جيدا أنه لا يستطيع الحديث عن أقليم كردستان كالحديث عن حكومة بغداد. فيا أما حديث يدار بهالشكل أو بهالشكل فإحنا حاضرين إلها. أما هسه حاليا ذكرتي لي قضية الانتخابات، أجاوبك عليها لو أجاوب على أستاذ فراس؟ لا لا تفضل أنت جاوب، يعني على أبو فراس على سؤالي. لا حجة قارن ما بين الديمقراطية في بغداد. لا هو مو حجة هيك استاذ، يعني ربما ما وصلت لك الفكرة. لا لا وصلت. أبو فراس تحدث نقطة حتى أني هيفاء أتحدثها كإعلامية، يعني بالسابق 70% كانت الانتخابات طالعة من أبناء الجنوب حتى يغيرون، حتى يجيبون الأمن، الأمان، الاستقرار، الخدمات، حقوقهم المظلومية، يعني بصراحة يعيدوها. يقول لك لأن فقدوا الأمل، يعني بصراحة مناطقنا الجنوبية. لا لا صحيح، يعني صحيح يعني هذا حديث صحيح. يقول لك هسه بأقليم كردستان يطلعون ينتخبون لأن اكو عمار وبناء وهذا، يعني يقول لك يتحدث بموضوع منطقي جدا، هو مو عيقارن، عيقارن نسبة المشاركة، هو ابن جنوب يريد نسبة المشاركة لا تكون جيدة لا جدا. لا لا شوفي حتى الناس شوفي تختار الأنسب والأصلح. شوفي ست هيفاء رجاء، احنا هسه أبناء، أنا جاي لك من مدينة كركوك. مدينتي بيها من جميع القوميات، والعزوف الموجود في الشارع العراقي نعم هناك بشكل عام اكو عزوف، يعني احنا ما نقدر نوجه الناس كلها تطلع للانتخابات نسبة 100%. لاحظي بامريكا معظم الناس ما يصوتون للحزب الجمهوري ولا للحزب الديمقراطي، بس ما عندهم خيبة امل بالبغداد ومحافظاتك وخيبة امل. جاي ليش بالحكي، هو سأليهم ليش ما تروحون تشاركون، وانتوا يا اما سياستكم جمهورية او سياستكم ديمقراطية، يعني هي امريكا يضرب بها المثل، عمرها 200 سنة في الديمقراطية. مع ذلك اكثر من 50% من الشعب ما يحضر الانتخابات، اللي يحضرون هم بحدود ثلث الشعب المصوتين او اللي يحق لهم التصويت هم اللي يطلعون للانتخابات. نعم هناك عزوف، نعم هناك احباط، واللي يحكي غير هذا الحكي فهو كاذب. نحن ايضا معك في هذا الكلام، او اذا استاذ فراس كان يقصد هذا الكلام فاني وياه 100% اقول نعم اكو عزوف واكو احباط لدى الناس، لانه معظم الناس ما تعرف طريقة التعديل، لأنه ما متوجه، ما تعرف شو الانتخاب ايش راح يأثر. نعم هناك أسس خاطئة وضعت في العملية السياسية في العراق في 2003 ليس بأيدي الكتل السياسية، رجاء خلي الأخوة جميعا يعرفوها، العملية السياسية اللي أقيمت في العراق مو احنا اللي فصلناها، الأمريكان فصلوها وخيرونا ما بين تدخلون بهالترتيب فأهلا وسهلا، ما تدخلون تفضلوا الباب يسع جمل. هذا التخيير اللي صار. أما اللي واحد يجي يقول لا إحنا سوينا الانقلاب، لا مو إحنا اللي سوينا الانقلاب، الأمريكان هم اللي أسقطوا صدام حسين
وشكلوا مجلس حكم بقياسات محددة حسب ما يتناسب مع مصالحهم. نعم هذا اللي صار. نعم صحيح سيد كاظم، لكن نعم. بعدها صعدنا برلمان منتخب، وبعدها صعدنا رئاسة جمهورية مستقلة ورئاسة يعني وزراء. كنا نتمنى أن تكون القوانين وتشريع القوانين أكثر يعني. خلينا ننتقل على أبو فراس نعم. حتى هو يجاوب. فضل أبو فراس لك الحرية تجاوب. والله يا استاذ كاظم انا اقدر وضعك تماما، يعني كمرشح شلون راح تقنع الناس بالمشاركه؟ شنو المشروع اللي راح تطرحه؟ شنو اللي راح تقوله؟ عن من الدافع؟ عن يا مشروع الدافع السابق يعني. هذا مو بس انت حبيبي، انا دا احكي هو مستهدف عزيزي. انا اقدر تماما كل اللي طرحته. فعلا اكو ازمه بالنظام السياسي. شنو اللي يجبرنا يا اخي؟ شنو اللي يجبرك على هذا النظام السياسي؟ انطلق حل بديل. حل بديل ابو فراس. الدكتور برهم صالح طرع 20 مرة قال يجب تغيير العقد الاجتماعي بالعراق، نحتاج إلى عقد سياسي، عفوا عقد سياسي تمام، عقد سياسي جديد. ولا واحد من الكتل الشيعية تفاعل بهذا الطرح. يا أخوان الفرق بيننا وبين كردستان، كردستان عندها نظام رئاسي. أنت تقول لي ما تحكي على كردستان، هو مو موضوعنا، بس كردستان خذت حصتها من السلطة وعندها نظام رئاسي وعندها برلمان منتخب وعندها دستور خاص بها خارج دستور بغداد، يعني دستور خاص بها. واحتفلت قبل 4 أيام بالاستقلالية الإدارية الكاملة عن بغداد، وبالتالي هي دولة عندها علاقات خارجية وعندها سفارات. يا عمي العرب والعراق اطرحوا مشروع، اطرحوا مشروع لتغيير الدستور، اطرحوا مشروع لتغيير هذا العقد السياسي، اطرحوا مشروع لتغيير النظام السياسي، اطرحوا. إذا أنتوا بقيتوا بهالشكل هذا تكونون ضعفاء أمام الخارج وأمام الداخل وأمام إيران وأمام أمريكا. فالموضوع أخي ولا واحد عنده نضج سياسي ويقدر الأزمة الحقيقية ويغير. عم يخافون من التغيير، يخافون من أمريكا. أنا ليش قلت التيار الصدري؟ مو ما تحدد التيار الصدري. نعم. التيار الصدري نعم. مثل مثلهم، بس التيار الصدري الخارج هاي التوافقات، خارج الاتفاق مع الأمريكان، يقدر يطرح نظام سياسي نعم. جديد، يقدر يغير الدستور، يقدر يطرح شغلة. لما يصطدم بالواقع منصب رئيس الوزراء بالعراق مفرغ من أي معنى وما عنده أي سلطة. حبيبي دكتور كاظم خلينا نرجع صلب الموضوع. نعم. الديمقراطية عزيزي، المواطنة يا أغاتي، المواطنة. إحنا بلد نفطي، توزيع عادل للثروة. وين الثروة؟ وين الثروة بالناصرية وبالسماوة؟ السماوة نعم. شعب مظلوم. 40% حسب وزارة التخطيط العراقية نعم. 40% تحت. لكن سيد أبو فراس بس نقطة حتى نبقى بالموضوع اليوم يعني نعم. يعني نقطة مهمة جدا تحدث بها السيد صفاء، قال لك نحن يعني لأن أنت حملتم أيضا مسؤولية الفشل، قال لك يا أبو فراس يعني أحترمك هواي لكن نحن ما كان عندنا مناصب وما دخلنا بالحكومة، وليها اليوم ما عندنا في التأثير فعلي بهذه الحكومات إلا في فترة معينة ويا يعني فترة حكومة المالك الثانية بس يقول وانسحبنا. شو انسحبنا حتى يعني مثلا أنت سألت هذه الأسئلة حتى هو جاوبك عليها، فأوكي مقتنع بجوابه حتى أبدأ أسأل سؤالي. عزيزتي ست هيفاء مع احترامي الكامل للاستاذ، طبعا وبالتاكيد هو رجل حزبي ودافع عن منظومته الحزبيه. اللجان الاقتصاديه اللي حلها سيد مقتدى ب 2018 كانت موجوده عند التيار الصدري، لجان اقتصاديه في كل مجالس المحافظات يا سنه في كل الوزارات انحلت ب 2018. طبعا السيد حلها قبل الاخرين، قبل الاخرين، قبل 2018 بكثير استاذ ابو فراس حبيبي. لا حبيبي هسه ما نختلف على الرقم. حلت 2017 2016 باقوا مده 15 سنه بشكل حزبي موثق. زين ذولا اللجان الاقتصاديه ما كانت بالناصريه والبصره كل المشاريع انت تعرف والمواطن يعرف ما حد يقدر يستغفله، كانت المشاريع توزع على الاحزاب بالتوافق. لذلك انا عندما اطرح يوميه اقول من سرق الجنوب؟ ما سرقنا لا كردي ولا سرقنا سني، ما موجود مجالس محافظات من ولدنا، ولدنا حزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري عكبون عمارة وناصرية وبصرة وسماوة، ذول الباقون أخوي ما نقدر نحملها شخص آخر، لا أمريكا باقتها ولا إيران. أموال تجي المجالس المحافظات، المحافظات الأخرى تعمر وإحنا يبقوها هذه الأحزاب. فبالتالي عندما أحمل التيار الصدري هو جزء من الرجال الاقتصادي. محافظ واحد أبو فراس ترى بس من صفاء اترك المحافظ، اترك المحافظ في كل المحافظات ما عنده سلطة، اترك المحافظ نعم. أنت تعرف مجالس محافظات وتعرف اللجان الاقتصادية شنو دورها. يا اخي انتقدوا يا اخي يا سيد مقتدى يعطيكم شجاعه تنتقدون، انتقدوا بعض الممارسات الخاطئه لتماسيح بالتيار الصدري، تماسيح سرقوا اموال الناس وسرقوا اموال الفقراء. موجودين التماسيح لو طردهم من ها؟ لا موجودين تماسيح لو طردهم السيد مقتدى. عزيز ابو فراس قائد سرايا السلام ابو دعاء يبني له مول الماسه ببغداد، مين له؟ ويطلع سيد مقتدى يطالب الجمهور التيار الصدري يطلعون ضد المول. زين هذا عضو مجلس محافظه النجف اللي يبني له مول بنص بعد عن الحنانه 500 متر، شلون
مين يبني المول هذا؟ هو عضو مجلس محافظة راتبه مليونين، مين يبني له مول؟ يا اخي اكو تماسيح صارت بالتيار الصدري، لازم تقرون وتعترفون ويطلع جيل جديد يحارب، يحارب الحرس القديم، يحكي على الاخفاقات، كافي شعارات. نعم. ما ممكن تصلح السيد سيد ست هيفاء. هذا الكلام للسيد مقتدى الصدر. الاصلاح مو بالحنانه، الاصلاح روح للجنوب، روح لاهلك، روح اقعد بالناصريه، روح اقعد بالبصره، روح شوف الناس شنو معاناتهم، وين باقوا هاي اللجان الاقتصاديه، شو تسوي بالمقاولين، شو تسوي بالاموال المخصصه؟ يعني تتحمل التيار الصدري ايضا؟ التيار الصدري زين مو قاعد بالنجف، بالنجف ما تقدر سيد، لانه مافيات الفساد كبرت وكثرت وصارت جيوش، كل واحد عنده جيوش الكترونيه، عنده ناس تدافع عنه واحنا نعرفهم بالاسماء، واحد قاعد بحي الرحمه بالنجف وانت تعرفه وانا اعرفه وسيد مقتدى يعرفه، يبني له مول، وهذا المول ما بنى بيوم وليله، هذا يبعد عن الحنانه 500 متر، السيد ما يقدر ما يدري بيه سيد مقتدى. يا اخي ابوك الحنانه كلها ما بيها مول يا معود بفراسك. حبيبي 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 المول اللي تم مهاجمته هسه انا بغض النظر، هذا عضو مجلس محافظه من عندكم خويا، شنو الحكي؟ مو من عندنا يا اخوي، والله مو من عندنا، يعني لا تجيبون تدبون علينا. تدري هاي مصيبه، مو من عندنا يا اخوي. اربعه ها وين؟ المهم مو بالحنانه، ايش قد يبعد؟ يبعد 1000 متر؟ يفهمني هي مركز النجف هي دوته، ايش قد يبعد؟ هو انا نختلف على المسافات، روح اكيس لك كتاب قال لك مو من عندنا مو من التيار، هذا قريب من الحنانه، المفروض هذا ما يبني مول، المفروض هذا من اول يوم تنقص ايده اللي تاجر باسم الشهيد الصدر وباسم، وهو السيد يقول يتاجرون باسم عائله الصدر. بس انا منتظر تخلص حتى المداخلات الجانبيه مو لطيفه. انت مرشح؟ لا لا حبيبي، هذا احكي حقائق، احنا بالانتخابات. نعم. انت الان ابو دعاء سرق من فلوس العراقيين وبناء الامور، رجع السيد مقتدى، هو سرق من آل الصدر لو من العراقيين. وزير ابو دعاء شنو؟ وزير محافظ، عضو مجلس محافظه، نائب، شنو ابو دعاء؟ غير رئيس سرايا السلام. شنو الموضوع؟ غير مجاهد. مش شكل عزيز ابو فراس. اولا حبيبي استاذ ابو فراس حبيبي. انت صحيحة لو لا؟ ارجوك 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 ابو فراس، كيل التهم. والله ما اعوفك. هاي الواقعة أسألك بالله ولاية أمير المؤمنين وأنت شيعي، هاي الواقعة صح له ولا؟ أي واقعة؟ واقعة إنه أبو دعاء يكون عنده مول ببغداد، مول الماسر، صحيحة له ولا؟ يا أخوي عمارة بيها 8 محلات يا مول رحمة الوالدك. عمارة بيها 8 محلات، سعرها التقييمي للنفط جدل 2 مليون دولار. لا هي مو عمارة، أنا شفتها، والبواء المواطن اللي لازم يشاهد باستطاعة يسوي سيرج، يسوي بحث ويطلعها. إيه؟ ويطلع البضاعة موجودة. إيه موجودة. إيه عموما شلون شلون مجاهد ابو فراس؟ ابو فراس عزيزي حبيبي سوق التهم، ارجوك ارجوك ان نسوق التهم بدون ادله واقعيه وعلميه، مو صحيح هذا الكلام. حبيبي سيد مقتدى طلع مظاهرات ضده، بيان صدر ضده، يا رب العالمين سيد مقتدى. لا ماكو بيان، لا 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 يعني شلون طلعت الناس مظاهرات؟ مو هيك الامور، مو هيك الامور عزيزي. هلا اولا هذا ارسل ست هيفاء الرابط اللي يطلعون ناس مظاهرات بناء على قول سيد، طلعوا مجموعه. طب يا اخي ادري يعني ادري شهر رمضان. لا مو هذا الموضوع، جماعه التيار طلعوا، هذا موضوع، هذا موضوع يعني موجود الرابط موجود. لا لا مو موضوع فساد مالي وما شاكه ذاك، خبر الرجال ذاك ابو دعاء الموجود والان جزء من التيار الصدري، احنا اللي يثبت عليه فساد ما يبقى بالتيار الصدري. نعم. سيد مقتدى الصدر قزوصه ها قدوته ينزل بيه اسمه ويطرده من كل مفاصل التيار. التيار يختلف عن كل الأحزاب الأخرى يعني بهذه الخاصية، أنه رأس التيار، رأس الهرم اللي هو سماحة السيد مقتدى الصدر، لا يقبل على الإطلاق أي شخص بهذا التيار أن تكون عليه دليل واحد بأنه فاسد أو مشترك بفساد، إذا كان فساد مالي أو فساد أخلاقي أو متلوث بدماء العراقيين. أكو أمور داخلية تنظيمية إدارية خلافية، يعني يقول لك خلاف داخلي هذا ابو فراس، يعني الرجل فاز. لا عزيز اتحداك تجيب لي انت، انت تتحداني الجنوب يتحداك، شنو الحكي هذا؟ تتحداني الجنوب شنو العلاقة؟ شنو العلاقة ابو دعاء؟ اللجان الاقتصادية سيد صفاء، اسألك انا، سألتك بأمير المؤمنين سلام، اقول لك انت انسان مؤمن، الله عليك اللجان الاقتصادية بالتيار الصدري شو تسوي؟ بس انا لو انت تكمل مداخلتك، لو انا اكمل مداخلتي، لان انا اذا تبقى تشتغل حتى ناخذ انا السجالات الجانبية ابدا ابدا مو سجالات، انا ما اريد اتداخل بالموضوع لان بصراحة استاذ صفاء هسه هو وقت الوقت. لا بس خلي اسال ابو فراس، بس انا ثانيتين ولك الحق بالرد. ابو فراس تريد اجابة من السيد صفاء؟ لا لا عفوا ثانيتين حتى ما تشوه المداخلة. سيد مقتدى الصدر فوق الشبهات، رجل يسكن ببيت أبوه نزيه وصاحب إصلاح، المحيطين بسيد مقتدى الحرس القديم أصحاب المجال الاقتصادية يسرقون
ويجب تغييرهم ومعاقبتهم. لا هذا الكلام مو دقيق، هذا الكلام مو صحيح على الاطلاق. قلت لك مو دقيق ابو فراس، هذا الكلام مو صحيح. هسه انت مو قلت انهم ملائكه قبل شويه. فيما يخص من تسنم مناصب حكوميه طبعا مو ملائكه. سيد مقتدى علي من يحكي؟ شنو المقربين؟ المقربين شنو علاقه المقربين؟ المقربين شنو علاقه؟ لا شنو شنو علاقه وزراء يرجو يا المكتب السياسي؟ نعم خلينا ننهي هذا الجدل. شنو الفاسدين؟ خلينا نشوف هي اليوم. نعم خلينا ننهي هذا الجدل. الله يخليك. خلينا سيد مقتدى علي الشبهات مو صحيحه ثالثه هالشكل. اليوم انا اجي بسهوله جدا يلا اجي اقول نص الشعب العراقي فاسد وابو فراس مثلا فاسد وحاشاه وفلان فاسد، مو صحيح هذا الكلام. اليوم انا لما اريد اتحدث خلي اكمل مداخلتي لطفا من جنابك. تفضل انا ساكت وانت تسولف وتسولف معي. خلي الوقت على الوقت. يعني انا متميل. تفضل استاذ. اليوم انا لما اريد ان اتحدث كون اتحدث بشيء علمي وواقعي. صحيح. عندي دليل فساد على سيد بهاء العرجي، هو سوى الان رجال خارج من التيار الصدري. نعم. واحنا ما نحب نحكي على ناس طلعوا من يمنا. نعم. سيد بهاء العرجي السيد قال له استقيل استقيل من نائب رئيس منصب نائب رئيس الوزراء. عندنا ظنون. نعم. بانه الرجل عليه ملفات او شبهات فساد. نعم. جابه سماحه السيد خلاب الحنانه وقال ثلاث اشهر اي واحد عدى عليه دليل من قريب او من بعيد وبحمايتنا خليه يجي حتى نقدمه الى القضاء. جواد الشهيلي لما اثيرت قضيه شبهه السجناء سماحة السيد راح سلمها إلى وزير الداخلية. من سواها بالعراق غيرنا؟ شقد سماحة السيد طرد أشخاص تثار حولهم شبهات؟ بس لما نستيقن مو اليوم بالعراق أكو مشكلة ستيفاء. نعم. أنه الكل فاسدين. هذا الإطلاق الكل. بالكل مو صحيح. صحيح. نجي نستبين أكو قضاء، أكو هيئة نزاهة، أكو مؤسسات وتجي تبحث وتشيك هذا فاسد يروح للقضاء يحاسب. نعم. اما اطلاق الكل فاسد والكل بس احنا ما قلنا بالمال العام الكلام مو صحيح. صحيح. انا جاي اقول لك احنا كصدريين مو ملائكه نازلين من السماء. اللي يقول احنا ملائكه. نعم. هذا كاذب. لا ليش؟ لبس قال لك على مول الماسه. هذا مول الماسه وين؟ ببغداد لو بالنجف؟ لا لا ببغداد. ها اي نعم. مو مول والله مو مول. تقدرون تشوفونه يعني وبالكراده مو مول. لا هو يعني متابع للتيار. لا 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 رجال استأجر. نعم. عمارة. نعم. بيها محلات استأجرتها أشخاص عمل مارس عمل تجاري. نعم. إحنا سماحة السيد يعني من حقه يمارس عمل تجاري. لا سماحة السيد. ها. عند المجاهد ما يمارس عمل جهادي. ها ها. وأنت صحيح. مسؤول سرايا السلام ما يصير. هذا مخالف للضوابط. هذا النظام. نعم. نظام. نعم. إداري عندنا إحنا داخلي ما يحق لك أنت باعتبارك مجاهد أن تروح لتمارس عمل تجاري لأنه تبقى شأنية المجاهد ترافقك. من تجي الست هيفات باوع لك انه انت المجاهد فلان ما تتخلى هاي الشأنيه عنك. نعم. ما تقدر تنزع يعني طلعتوه من ما اعرف يعني طلع يعني نعم طلع من السرايا ركن رجع رجع مو موضوع فساد هو الرجال. نعم. مو عنده يعني يقول لك المول مال ماسه تأجر موضوع يعني اداري وقاعد يشتغل بالتجاره ومن حقه يشتغل. وعندنا محرم السيد يمنع على المجاهدين ان يدخلون باي اعمال تجاريه او اعمال اقتصاديه. نعم. حفاظا على سمعه المجاهدين وهو. نعم. الرجل كان مسؤول سرايا السلام. نعم. لهذا السبب. نعم انت ادري ما اعرف ابو فراس تحدث. طبعا انا ادري لين انا ابن البيت. نعم. فانا لما اتحدث انا ابن الواقع واعرف واقع ابن الواقع. اما انه احنا من لطفا من جنابك اما انه انا اقول لك كل من تسنم منصب باسم التيار الصدري هذا مثال اعلى للقيم والنزاهه لا لا لا, لا ابدا. نعم. احنا مو تيار ملائكه سمحت السيد يقول عندنا ناس. ولذلك ليش احنا جاي نستبدل؟ ليش جاي نطلع؟ استاذ صفاء حبيبي. نعم. هذا الكلام اللي جاي تقوله انت حضرتك. نعم. يعني بالتاكيد مو كله بس هذا نفسه هسه ابو المجلس الاعلى ابو تيار الحكمه لو قاعد بمكانك راح يحكي نفس الكلام بالضبط. لو قاعد واحد مع احترام الاستاذ كاظم لو قاعد واحد من دوله ولا جهه حزبيه تحرم على افرادها او مجاهدينها لا 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 عفوا عفوا ابدا عفوا السؤال مال انت كل زين تدري ابو فراس حبيبي السيد مقتدى الصدر شلون يتعامل مع افراد تياره. نعم. كل زين تدري انا اعرف ولكن اقول لك الناس تقول منو باقنا يا جماعه الخير إذا الملائكة جو دولة القانون جماعة المالكي جماعة عمارة حكيم جماعة هذا يعني العامل جماعة قيس القزعلي الناس هاي منو باقي الباقي أولا منظومة الفساد مين هاي مين هاي منظومة الفساد اللي مين هاي المنظومة وانتو خارجة لجانكم الاقتصادية شاية تسوي احنا أولا والله ما مو آباء العملية السياسية كلمة انتقاد وحدة. نعم. ايش سوت لجان الاقتصادية بالتيار الصدري شنو كان عملها؟ نعم فهمني
والله ما اعرف والله العظيم ما عندنا هي يعني انتم طلعتوها يمكن لغيتوها لا احكي له لغيناها مو لغيناها اصلا لا يعني لا لغيتهم ولا اي عمل اقتصادي باسم هي اقتصاديه بس اسمعني جاوبني على هذا الموضوع لغيتوها سابقا سابقا مو حتى يجاوبك لغيتوها سابقا لغاها سيد مقتدى اي نعم اي لغاها كانت موجوده ولا بس يعني لغت عزيزي لما كانت اكو اقتصاديه تسرق ايش هي الهيئه الاقتصاديه؟ طبعا عباره عن مؤسسه لها شركات تنفذ مشاريع وهي المشاريع لها دائره مهندس مقيم 6000 مشروع استاذ صفاء 6000 مشروع خلاها مشروع اقتصادي الجيران الصدري؟ لا طبعا لا لا اكيد لا خليني انتقل استاذ كاظم الوقت انا عممت تفضل تفضل نعم خلاص استاذ كاظم يعني اريد تتحدث يعني كلام يمكن غبناك بالوقت وانا اعتذر لان لازم كان يجاوب استاذ صفاء على تساؤلات ابو فراس تفضل استاذ كاظم شكرا طبعا حقيقة مع احترامي يعني مدى يشوف هذا البرنامج برنامج ناجح يعني مع جل احترامي للضيفين الكريمين يعني الموضوع مو موجه يعني كأنما حكي مال المقاهي مع جل احترامي مقدما أقول للأخوة اثنيناتهم يعني الأخ أبو فراس يعني يمكن آخر جملة ذكرها قال الله يساعدكم شون جاي تقنعون الناخبين على الأقل خلنا نرجعها للانتخابات باعتبار كنا في موضوع انتخابات يا أخ أبو فراس بس انطي مهلة شوية للمقابل خلي يشرح لك وجهة نظره لعله صح انطي فرصة لنفسك لعل كلمتك مع المقاهي اتحفظ أخي اطرح رأيك بدون تجريع انت الأكاديمي لا 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 مع جل احترام ما ما, ما 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 قصدت جرحك رجاءً يعني خلي هذا ببالك يعني مجرد قد يكون سوء تعبير من عندي اللي ردت اقوله تقول انه شلون جاي تقنعون الناخبين نعم. احنا الناخبين جاي نحكي لهم احكي لك اياها هيك يعني بدون لغه دبلوماسيه يعني انه 2006 ائتلاف دوله القانون استلمت الحكومه كانت الدوله العراقيه ما لها وجود كانت دوله مفككه عباره عن عصابات تحكم البلد حرب طائفيه قائمه على اوجها الإدارات مفككة خلال دورتين خلال 8 سنوات استطاع سيد المالكي إقامة دولة نعم ستقول أنه كان أكو فساد نعم إحنا من جاي نقول لك نأكد لك نعم كان أكو فساد كان أكو سلبيات نعم كان أكو سلبيات هل كانت حكومة مثالية ما كانت حكومة مثالية لكن معدل النمو معدل التطور اللي حدث خلال 8 سنوات كان واضح لجميع الشعب العراقي لجميع الناخبين العراقيين فإحنا من نذكرهم بهذا الأمر الناس يقتنعون أنه يرجعون نعم نريد نصوت لبرنامج ائتلاف دولة القانون هذا شيء يعني ما أتصور ينكر فإحنا لطالما نتحدث في موضوع الانتخابات خلي يكون نقاشنا محصور في موضوع الانتخابات ولنخصص حلقة أخرى حول قضية الفساد حول اللجان الاقتصادية وكل هذه مواضيع مهمة جدا لكن نطلع بنتيجة فأنا أقول نقنع الناخب بهالترتيب هذا ما أعرف إذا عندك ملاحظة أحب أسمعها من عندك سيد قبل ما تسمع الملاحظة من أبو فراس راح نطيل الوقت بعجالة لكن أنا أريد أتداخل وياك من تحدثت أنه هذا الكلام مال قهاوي والبرنامج الحديث ماله هذا اليوم نحن نتحدث في فترة انتخابية يعني ونعرف وجهات النظر ونتحدث بكل شيء والمواطن لازم يسمع كل شيء يعني فأتمنى أنه يعني في قادم الأيام من تطلع يعني لمقابلات تلفزيونية أتمنى أنه سيد كاظم أنه تتحدث في لا ما أريد تفضل أبو فراس جاوب أنت لا رجاء ست هيفاء أنا ما ردت ما قصدت إساءة الأدب عفوا وأكرر اعتذاري لكم مرة ثانية تفضل إذا كان أسأت التعبير وأنتوا افتهمتوا بهالشكل رجاء مو كان هذا الموضوع احترامي لك دكتور كاظم أتمنى لك التوفيق وأتمنى أيضا لكل الناس التوفيق يعني إحنا ست هيفاء باختصار شديد إحنا ما عندنا خيار آخر ما عندنا غير هذا الخيار خيار الديمقراطية والانتقال السلمي في السلطة وتغيير الآليات وتغيير الوضع وبناء العراق نعول على الاخوه بالتيار الصدري هسه هم سووا قانون الانتخابات مفصل عليهم وان شاء الله يصعدون ونعول احنا صبرنا 17 سنه خلينا نشوف احنا نثق بالسيد مقتدى الصدر فعلا بس ما نثق بالاطراف الاخرين للاسف شكرا جزيلا ابو فراس الوقت نتمنى الخير القانون مفصل على على قياسكم لا مفصل على اراده الشارع العراقي لا اكثر ولا اقل وان شاء الله فيما لو كنا باذن الله على راس الهرم اعلى سلطه تنفيذيه في البلاد سوف نقر لك عينا ابو فراس ولكل الشعب العراقي
أما أو لا خيار ثالث. أما أن نكون بخدمة الشعب العراقي ونوصله إلى بر الأمانة وننقذه من معاناة طوالها 18 عام وبحر من الفساد، أو لا نقول ما إحنا فشلنا أسوة بالفاشلين ورايحين نقعد ببيوتنا. شكرا جزيلا. وبالختام عندي كلام. يوم أمس استوقفني نبأ بالإمارات وسويت مقارنة بسيطة مع وضعنا. النبأ يقول الإمارات خصصت 6 مليارات دولار لخلق مجالات عمل في القطاع الخاص، وخلوني أقارن هذا مع أموال الدعاية الانتخابية. تعلمون عدد المتنافسين بالانتخابات وصل إلى عدد تجاوز 3000 متنافس مع اعتزازي بالجميع. والله خلي نحسبها حسبة أهلنا إيش قد تكلف دعايتهم. إذا كل متنافس دعايته الانتخابية تكلف 10 ملايين، وأنتوا حسبوا إيش قد يطلع الناتج. يعني الحمد لله، ولا تلومون السياسيين. إحنا أيضا خصصنا مبالغ بس مو للمواطنين، خصصناها للمتنافسين. وأكو شيء ثاني، هي الإمارات ما بيها بطالة وخلقت 75,000 وظيفة. زين إحنا شبابنا ما نخلق لهم وظائف؟ مو البطالة والله وصلت عندنا للعظم. والله العظيم والله مصيبتنا معقدة وما تنحكي. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.